شيخنا أحسن الله إليكم في سؤالي الأخير، يقول: ما هو الثواب والفضل المترتب على الصلاة على النبي محمد صلى اللهم الله عليه صل وسلم؟ وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من صلى على النبي صلى الله عليه، والصلاة بواحدة يصلي عليه الله جل وعلا عشرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. قال: خير، وإن زدت خيرا. قال: نصفها. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم ومغفرة الذنوب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.